التاسعة تماما بتوقيت الجزائر، موجز إخباري، أهلا بكم. بداية، لم تعد المصالح الفرنسية تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار، وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية. امرأة ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة، يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاتوهات قنوات تلفزيونية عمومية، وذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لإخبار جيتها، وبات هدفها واضحا. ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023 سيناريو خليج الخنازير، فإنهم قد أخطأوا في العنوان. الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين وخبرجية وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن. إنه لمن المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين ينهار، وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو. تصرف فرنسا تماد وتعد على السيادة الوطنية للجزائر، وتطاول على مواثيق الود والصداقة، وخرق للقوانين الدولية. نجوى جدي. لا عرف دبلوماسي ولا تصرف سياسي ولا سند قانوني يمكنه تبرير الانزلاق الخطير الذي قام به حفنة من الموظفين الدبلوماسيين وقنصليون وأمنيون تابعون للدولة الفرنسية، من فضيحة تضر بسمعة بلادهم الدبلوماسية أولا وأخيرا، وتسقطهم دون شك في قاع العار الدبلوماسي. فما قام به هؤلاء يشبه إلى حد كبير الممارسات المافياوية بعد تواطؤهم في عملية تهريب غير شرعية لرعية جزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الوطني بأمر من القضاء الجزائري، يدعى كذبا بأنها صحفية من طرف أوساط إعلامية فرنسية تمارس التضليل والتدليس. هي فضيحة مدوية لفرنسا اليوم، يعني هذه الفضيحة تنم على سقطة أخرى تتوالى لسقطات دبلوماسية الفرنسية، وهي اليوم لا يمكن إعطاؤها أي وصف ضمن العمل الدبلوماسي، فهي مستهجنة ومنافية للأعراف الدولية والعلاقات الدبلوماسية. اليوم نجد أنه بهذه الخطوة اللامسؤولة واللامبررة والغير بناءة، فهي تقوم باختزال العلاقات الجزائرية الفرنسية. نحن ندرك تماما التيار النرجسي لجهات معينة في فرنسا التي ما زالت تحلم بالنرجسية الكولونيالية، والتي تقريبا تتكرر في مناسبات عديدة، ولعل هذه هي واحدة منها. وبالنظر أيضا للعلاقات الجزائرية الفرنسية لا سيما في الفترة الاستعمارية، نجد أن تقريبا العادة الشائعة في كثير من المعاهدات والاتفاقيات هو خيانة الوعد، ويمكن أن نصنف هذا الفعل اليوم ضمن هذا السياق. حيثيات الفضيحة الدبلوماسية هذه التي اعتبرتها الجزائر انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، تخالف أيضا وتضرب بعرض الحائط كل القواعد القانونية التي تضبط العلاقات بين الدول، وهو ما قررت على إثره الجزائر مباشرة استدعاء سفيرها بفرنسا للتشاور والاحتجاج بشدة لدى الدولة الفرنسية. الدول تتساوى في السيادة، ولا يجوز لدولة أن تقوم بالسطو على إجراءات قضائية قانونية تمارسها دولة مع دولة أخرى بداعي أن ذلك المواطن يحمل جنسيتها. وإذا رجعنا إلى اتفاقية تسليم المجرمين، فإنه يعتد بجنسية الشخص وقت ارتكابه الأفعال، وعليه فإنه في القانون الدولي وفي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن ما ارتكبه هؤلاء الدبلوماسيين يعتبر اعتداء على السيادة.
السيادة الوطنية، لأن ذلك المواطن جزائري وأنه دخل بطريقة اجتاز حدود بلاده بطريقة غير شرعية وكان المفروض إرجاعه إلى بلاده، فاعترضت في السلطات الفرنسية الدبلوماسية هذا الفعل، فهذا إذن اعتداء في القانون الدولي. هذه الفضيحة أسقطت ما وراء أقنعة هؤلاء المسؤولين المتورطين بعدما تكشفت ألاعيبهم وفضحت أساليبهم، فألحقوا بهذا الفعل المرفوض والذي لا وصف له ضررا كبيرا آخر بالعلاقات الجزائرية الفرنسية التي ما يكاد يرأب صدع بها حتى يتشكل آخر. الجزائر تؤكد في كل مرة بأنها دولة ذات سيادة وتحترم سيادة الدول، وتراها النظارة التي تحكم من خلالها بمنطق جديد تفرضه، منطق يرفض كل المساومات والتنازلات مهما كان حجمها ومستواها. في إطار متابعة أوضاع أفراد الجالية الوطنية المقيمة في جمهورية تركيا والجمهورية العربية السورية خاصة في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب البلدين الشقيقين بالتنسيق مع سفارتي الجزائر بأنقرة ودمشق والقنصلية العامة بإسطنبول، تعلم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بتسجيل حالتي وفاة لمواطنتين جزائريتين يتعلق الأمر بكل من السيدة سميحة سريري 44 سنة وابنتها هديل بربر 13 سنة اللتين تم انتشال جثتيهما في مدينة إسكندرون بمحافظة هاتاي جنوب تركيا ظهر أمس، وتم التأكد من هويتيهما. وقد باشرت مساء أمس مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول بالتنسيق مع السلطات التركية إجراءات نقل جثمانيهما إلى مدينة إسطنبول والشروع في القيام بالإجراءات اللازمة قصد إعادتهما إلى أرض الوطن، حيث ستكفل الدولة الجزائرية بجميع مصاريف نقل الجثمانين، وتتقدم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيدتين، فإنها تدعو الله عز وجل أن يتغمدهما برحمته الواسعة ويرزق ذويهما جميل الصبر والسلوان. وفي آخر حصيلة للزلزال المدمر الذي ضرب مناطق من تركيا وسوريا، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 20,700 هالك وعشرات الآلاف من المصابين حسب مصادر إعلامية. وجهود الحماية المدنية الجزائرية متواصلة بالمناطق المنكوبة بكل من تركيا وسوريا، حيث تمكنت فرقنا المتواجدة بتركيا لحد الساعة من انتشال 51 ضحية وإنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض. كما تمكنت فرق الحماية المدنية منذ بداية تدخلاتها العملياتية بسوريا من انتشال 33 ضحية من تحت الأنقاض وإنقاذ شخص واحد لحد الساعة. هذا وبعد 5 أيام متواصلة من عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا المحصورين تحت الأنقاض، أتت الجزائر في المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ في جميع العمليات الجارية إلى حد الآن. في الذاكرة التاريخية وفي إطار الفعاليات المخلدة للذكرى 60 لعيد الاستقلال تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد، وبمناسبة الطبعة 27 لجائزة أول نوفمبر 54900 أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا مساء أمس على تسليم الجوائز للمتوجين وتكريم عدد من المجاهدين نظير التضحيات التي قدموها إبان الثورة التحريرية.
الحمد لله ربي وفقني بساعة تعبذ كل ما يسوى والو قدام تضحية المجاهدين والحمد لله الحمد لله إن شاء الله حتى الليجان اللي داخلين في المجال هذا يواصلوا ويخدموا إن شاء الله. هذا الفيلم يعني باختصار شديد يركز على جانب من جوانب حياة شهيد البطل عباس الغرور اللي هو الجانب الاجتماعي، يعني من يعني المرحلة الأولى لتحضيره للثورة ورفضه للوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه الشعب الجزائري إبان تلك الحقبة. إن هذه المسابقة الوطنية المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-240 التي تم تعزيزها خلال هذه الطبعة بمجالات تدخل ضمن صلب اهتمام الطاقات الشابة لا سيما مجال السمعي البصري والبحث التاريخي والأعمال الإبداعية الأدبية، وذلك تساوقا مع ارتفاع منحنيات الاهتمام بالتاريخ والذاكرة الوطنية التي جاء بها مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية المستمد من التزاماته 54. في تعاون وبالعاصمة بودابست انعقدت أمس أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية المجرية برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ونظيره المجري وزير الفلاحة ستيفن ناجي. الاجتماع ناقش مجالات التعاون الثنائي وسبل تطويره، كما اتفق الطرفان على إطلاق برنامج تعاون جامعي في مجال البحث العلمي. شرق أوسطيا استشهد شاب فلسطيني أمس متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الصهيوني قرب مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية، في حين اعتقلت قوات الاحتلال فتى خلال تواجده بالقرب من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية. هذا واقتحم عشرات المستوطنين خربة الدير بالأغوار الشمالية بحماية قوات الاحتلال وانتشروا بين مزارع الفلسطينيين. رياض الآن، حيث يواجه فريق شباب بلوزداد اليوم نظيره الزمالك المصري بملعب القاهرة الدولي، وذلك لحساب الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة القارية. وفي كرة القدم دائما تدرك اليوم بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جولتها 16 بإجراء 4 مباريات، والبرنامج يكون على الشكل التالي: اتحاد خنشلة، شباب قسنطينة، نادي بارادو، نجم مجرى، مولودية الجزائر، شبيبة الثورة، وفاق سطيف، اتحاد بسكرة. ختام الموجز الإخباري، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.